تقرير عن جمعية قدامى اللاعبين بتكرم كبار النقاد والإعلاميين الرياضيين، تقرير مهم. وبعد التقرير نستقبل بطل كبير، مش هقول لكم مين البطل، خليكم معايا بعد التقرير وبعد الفاصل شوفوا البطل الكبير اللي معايا. رموز الإعلام دول احنا بنلاكن ليهم كل احترام، لان هؤلاء الناس يعني تعبوا معانا واحنا بنلعب، وتعبوا معانا جدا واحنا بنعمل الجمعيه، وده بقى طبعا اقل حاجه نقول لهم متشكرين. فكان لابد اجتماعنا مجلس الاداره وخدنا قرار بان احنا لابد نكرم هؤلاء الناس قبل اي حد، وده طبعا بالنسبه لنا احنا بقى بنرد جميل للناس اللي عملته معانا. يعني الناس دي احنا مش بنكرم، لا دي رموز عملت في وقتها شيء ما حدش يقدر يعمله، وعشان كده احنا بنقول لهم متشكرين على اللي انتوا عملتوه، واحنا جايين نعمل الكلام ده قليل قوي عليهم يعني، لكن ما باليد حيله بقى، يعني في حدود امكانياتنا وفي حدود اللي احنا عارفينه عنهم. دول رموز كبيره جدا، وادوا للرياضه المصريه كثير جدا من الناس اللي ما تعرفهاش، وبالتالي بقى اصبح النهارده علينا ان احنا نطلع الناس دي من تاني ونقول لهم متشكرين على اللي انتوا عملتوه معانا، واللي توفى نقول له الله يرحمك ونتمنى له الرحمه، وعشان كده احنا بنجري عشان نرد جميل للناس دي. والله المنتخب جميل جدا، انا مش زعلان، هم الحمد لله عملوا شغل كويس، وبالذات لما اثبتوا بقى نفسيهم في الماتشات اللي فاتت الاخرانيه دي، واذا كان ضاع منهم بطوله امم افريقيا فربنا معوض لهم حاجه تانية كبيره قوي، هيوصلوا كاس العالم باذن الله سبحانه وتعالى، ودي تجربه استفادوا منها وهيفيدوا منها. يعني احنا كجمهور بيتفرج هنستفيد من الكلام ده، لان دول قدروا يعملوا كده، واعتقد انهم باذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيعوض محمد صلاح ده في اللي عمله في يوصلوا كاس العالم، عشان يوري الناس ان هو تعب في منتخب مصر وعمل مش ايه، وربنا سبحانه وتعالى مش هيكسفه ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. هو كروش، يعني انا عايز اقول ايه، انا طول عمري وانا بشتغل في المنتخب او في النوادي او في اي حاجه، ومش عندنا بس ده، عند انديه ثانيه وصل فيها الى انجاز رائع، واحنا جبناه عشان كده، فما فيش داعي ننتقده بقى بالقطعه. يعني ما فيش داعي تقول له انت النهارده فشلت، اخترتش فلان وعادش فلان، انت مش واسع عليه. فعشان كده انا يعني برجو من الناس انها تخف عليه وتسيبه يعمل اللي في دماغه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيقف معاه وهيعوض محمد صلاح انجاز احسن مما هو يستحقه. طبعا يوم جميل، احلى حاجه ان الواحد بيشوف زمايله القدام بقالي مده، طبعا منهم مجموعه ما شفتهاش بقالي كتير قوي، يعني الحياه واخدانا وكل واحد مشغول وكل واحد عنده ظروفه، انما احلى حاجه في المساله دي ان احنا متجمعين يعني، وبنسترجع طبعا ذكريات قديمه، امتى اتقابلنا، امتى طلعت مع فلان في برنامج، امتى مش عارف، يعني حاجات الحقيقه ذكريات حلوه جدا. احلى حاجه ان احنا اتجمعنا يعني بصراحه دي فرصه حلوه جدا للتجمع ده يعني. طبعا يعني انا اشتغلت في المهنه دي في الرياضه والصحافه من زمان يعني عاصرت الكابتن عبد المنعم الحاج اللي هو موجود معانا وهو مدرب للمنتخب طبعا يعني، وكنا بنتناقش كتير وبنتكلم كتير، وعاصرت مدربين كتير للمنتخب في الفتره يعني اللي فاتت. كيروش عجبني طبعا ان هو جريء وان هو مش متاثر بالاهلي والزمالك او يعني بجماهيريه الاهلي والزمالك، واختار الناس اللي هو مقتنع بيها، واثبت ان هو عنده رؤيه وعنده شجاعه وعنده جراه. ده ملوش علاقه، الراي اللي انا بقوله الكلام اللي بقوله ده ملوش علاقه ب يعني التاهل الى كاس العالم او لا قدر الله عدم التاهل لكاس العالم. لما نقول على مدرب انه شجاع وجريء واخذ خطوات كويسه ومهم يعني، كان اكتشف لنا نجوم في المنتخب، في ثلاث لعيبه انا ما كنتش اظن ان هم هيلعبوا اساسيين في منتخب مصر. ده مش معناه ان هو لازم يروح كاس العالم او ما يروحش، يعني دي مش تقييم لكروش، ده تقييم لشخصيه كروش. انما الباقي لسه بقى اللعيبه والسنغال والماتشين المهمين
دول، بس هو جريء يعني. والله أنا شايف إن هو واجب من قبل الجمعية، وأيضا يعني نوع من أنواع الرد للجميل اللي احنا تمتعنا بيه كلعيبة أو كمدربين من خلال مشوارنا الرياضي. لأن أنا بعتبر الإعلامي ده أو الإعلام بشكل عام وكيل حصري للجانب التربوي للمتفرج وللمدرب وللعيب من خلال القلم بتاعه ومن خلال الكلمة اللي هو بيكتبها، ومن خلال يعني احنا يعني لو هتكلم عن نفسي مثلا في الحتة دي، من ضمن الحاجات اللي هي بتخلي أي لعيب يبقى نجم الإعلامي من خلال كلامه ومن خلال انعكاس الصورة اللي بيبرزها للناس والجماهير انه بيتكلم عن النجوم بشكل عام. فاعتقد ليهم دور كبير جدا، والمجموعه ديت والمجموعه اللي فقدناها خلال الفترات اللي فاتت ديت دي مجموعه يعني نادره جدا ان هي تتكرر مره تانية. فربنا يديهم الصحه ويحفظهم. وانا ما بعتبر النهارده كلمتي وجودي كاحد اعضاء الجمعيه بعتبر ان انا بادي واجب وبادي مردود لناس حتى الآن يعني بيتناولونا بشكل طيب وبشكل جميل وبشكل بيعكس صورة أو بيعكس الجمال اللي موجود من خلالهم للناس. فأنا بشكرهم جدا، بأتمنى للي عايشين منهم الصحة والعافية وراحة البال، وبأتمنى للي فارقونا يعني العفو من ربنا سبحانه وتعالى والجنة إن شاء الله بإذن الله. ما فيش شك ده له وقع كبير جدا على نفوسنا، ده من ناحية. من ناحية تانية في الوسط الرياضي نفسه، وسط الإعلام الرياضي، يعني الناس كلها بتحس في الوسط أن الوفاء موجود، وأنه الاعتراف بجهود هؤلاء البايونيرز اللي يعني شقوا الطريق إلى ما وصل إليه الإعلام النهاردة موجود. فده شيء جميل جدا وواقعه عظيم الحقيقة. أنا شايف التكريم نوع من أنواع الرؤية للقيم اللي إحنا المفروض نغرسها في العالمين الحاليين. جميل إن الناس تفتكرك وأنت عايش، تمتني ليك، يعني تشكرك في مسيرتك السابقة وأنت عايش قبل الوفاة. الأجمل إن الناس ديت يعني حست بقيمة النزاهة، بقيمة النظافة، بقيمة الاجتهاد. المقومات ديت المفروض نغرسها في العالمين الحاليين، وأنا شخصياً سعيد بأن الناس ديت افتكروا النقاد القدامى، وأن حسوا أنهم أشادوا بالجهد اللي بذلوه لغرس القيم الفاضلة في الإعلام الرياضي الذي يحتاج إلى الكثير والكثير من المقومات الأخلاقية. كيروش والمنتخب الحمد لله يعني أدائهم بعد مباراة نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية كان في تصاعد، وأدوا أداء جيد وارتقوا مستواهم الإنتاجي الفردي والجماعي. بس هم قدامهم اختبار صعب جدا قدام السنغال. السنغال من الناحية الفنية فريق قوي قوي، عنده ناس محترفة في كل أنحاء العالم، عنده فرقتين كاملتين من المحترفين، محتاجين يعني إعلان طوارئ قصوى في صفوف الاتحاد الجبلاوي ده. المفروض جمال علام من دلوقتي يعمل حالة طوارئ، يذلل كل الصعاب، يقدم كل الإمكانات. كيروش لازم يعمل معسكرات، لازم يدور على ناس تخفف الضغط على محمد صلاح، لأن الحقيقة منتخبنا يفتقر إلى النواحي الهجومية، ومنتخبنا محتاج حد مهاري يستقطب المدافعين السنغاليين الأقوياء جدا جدا على رأسهم كل بالي. أنا عاوزها تبقى في الوسط الرياضي كله، يعني دي خطوة كويسة جدا اتعملت، عاوزها في الوسط الرياضي كله، لأن دي بتحسس البني آدم في سن معينة بنفسه إنه عمل حاجة. نحفز الناس انها تشتغل عشان خاطر في السن ده برضه تلاقي اللي يجي الضرر.